أكشن. حياكم شباب في الحلقة الأولى من منتجات سكيلز. سو هالفكرة كانت فترة طويلة ببالي، فقلت اليوم خلاص بما أني متفرغ فقلت لازم أسويها. سو اللي ما يعرف، أنا في 2017 كنت أبيع منتجات غريبة، كان عندي موقع خاص، كنت أروح معارض أبيع هالمنتجات. أخونا محمد بدأ بيزنس واستقال من وظيفته بعد ما شاف أنا، يقول أنا السبب. الله هو أنا السبب. الله يعطيك العافية. يب هذا أنا، لا تسألني عن شعري بليز. الحين حانت اللحظة اني اسوي الاشياء اللي انا احبها، فهاي واحده من الافكار اللي انا صدق احبها بستمر عليها ان شاء الله. سو خلونا نبدا بالمنتج الاول. ليتس جو. سو عندنا اول منتج، هذه علاقه مفاتيح، شكلها كرتوني يعني. سند اتوقع اسمه سند مدري. تشتغل بالمغناطيس. طبعا المنتج اشوفه انه غريب، شكله كرتوني، تحسه كأنه رسوم، فحس انه شكله حلو راح يكون كديكور للبيت. خلونا نفتح اول منتج عندنا. هذا المنتج، هذا 3M دبل فيس، تلزقه هني ورا، لا اتوقع جهة ثانية. تلزقه هني، أو إنك تقدر تستعمل المسامير هذه عشان تعلقها في الجدار، بس هو الأفضل إنك تستعمل 3M تيب عشان ما تخرب الجدار عليك. خلنا نجيب ترام ثاني نشوف يمسك. يا سلام والله قوي ترى يمسك. ها شوف شوف اللي بعده. الله 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 والله ما توقعت. حلو، عطني رايك بالمنتج، اكتب لي تحت في التعليقات. المنتج اللي بعده، وهذا انا اعتبره من المنتجات صدق اللي جدا احبها، فحبيت اخلي ثاني منتج عشان استعرضه، متحمس استعرضه لكم. لو تلاحظون شوفوا هاي، هذه فراشه. شو الفكره؟ ما ادري اذا فهمتوا الفكره ولا لا. كل علينا الحين نحط بطاريه هني داخل. الحين بس نشغل الزر اللي فوق، زر الاون. 3 2 1. شوفوا الفراشه داخل تتحرك. كل مره اضغط فراشه تقعد تطير داخل. صراحه اهني اللي اخترع هذا المنتج، فكرة جدا جدا جميلة، وكهدية تهدية لشخص وايد حلوة الصراحة. حتذكر ناس كانوا يجوني في المعرض يقولوا حرام ليش حابس الفراشة داخل. والآن مع المنتج الثالث، يقولون ان هاي اصغر كاميرا في العالم، يعني حتى لو تشوفون على الصندوق مكتوب The smallest 720 camcorder in the world، يعني اصغر كاميرا تصور HD في العالم. وصراحة أنا جربتها لكن نسيت كيف الجودة. بنصور فيها الحين، بنعرض الفيديو وبنشوف كيف. أوكي هذا اللي داخل الصندوق. عندنا الكاميرا، هذه الكاميرا والله جدا صغيرة، جدا جدا صغيرة. أتوقع لازم نشحنها، على الأغلب لازم تنشحن، بس إن شاء الله يكون فيها شحن. أوكي هذا الشاحن. لازم نشحنها الحين. شاحنها جدا صغير، يعني هذا مش USB العادي. هذا باي ذا واي تقدر تحط SD كارد هني، ميموري كارد الصغير، وهني تشحن. بنركب الاستي كارد عشان نقدر نصور. هلا والله شباب، حياكم والله، مقطع جديد تسميه بوي سكيلز. قاعد يصور، تقعد تصور ولا مقعد تصور؟ اوكي اتوقع يبغى لها شحن شباب. في هالحالة بنكمل بقية المنتجات، هذه بنشحنها بنرجع لها بعدين. عندنا المنتج الرابع. اوكي اتوقع اغلبكم راح يفهمون شو فكرتها. اوكي نفتح
ايوه. So نيوتن كرادل اللي هي المعادل لما تتصادم مع بعض. So نحتاج الحين هذا المبطل هذا. شوف انا قلت لكم انا ليش احب ان اغراض تكون قريبة. سوري. واو يحتاج بطاريات 1 2 3 4 5 6 5 6 اكتمل العدد. صحيح مكتوب عندكم لو تشوفون مكتوب B ومكتوب A. سو هذا B وهذا A. سو راح يكون بهذه الطريقة. يلا سويت زاج. alright. سو الحين شغلة. يا سلام. سو عطني تقييمك لهذا المنتج في التعليقات تحت. سو المنتج الجاي جالاكسي ماجنتيك كلوك، اوكي بالعربي ساعة المغناطيسية، ساعة المجرات المغناطيسية، ساعة مجرات مغناطيس، ساعة هي ساعة مغناطيسية على شكل مجرات. انا سيء في الفتح ما ادري ليش. اوكي والله المنتج هذا المنتج. طبعا هاي منتجات كلها صينية، بس الحلو ان تغليفها جدا جدا جيد، يعني ما عليهم ولا غلطة. يا سلام. سو الحلو في هاي الساعة ان تقدر تحطها على الطاولة، نجيب الكواكب. سو حلو ان حاطين ثنتين، يعني في وحدة احتياطية. سو هاي تسكر فيها هني في النص. سو هذي اتوقع يعني انها الشمس. سو الحين لازم تعرفوا مكان ال اوكي. سو هذي اول وحدة. اوكي يا سلام. سو الحين لو تركزون بتشوفون ان الدائرة قاعدة تدور، اللي بالاحمر هي الدقائق، الاخضر هي الساعات، وهذه الثواني. فكفكرة والله جدا جدا حلوة الفكرة، يعني نحن متعودين دائما نشوف العقارب، بس أول مرة في حياتي أشوف هذا الاختراع بالمغناطيس. وفي هالغطاء تقدر تركبها ورا عشان تقدر تحط الساعة على الطاولة. شوف حتى لو تحركها بتدور. كيف بالله؟ عندنا المنتج التالي. سو هذا المنتج أعتبره منتج كيوت، هو يعني أحس إن البنات راح يهتمون في هذا المنتج أكثر. فما عليكم الباكج شوي مغبر، لأن المنتجات صار لها تقريبا من 2017 محطوطة في المخزن عندي. سو هذا المنتج يعني مش غريب، جدا جدا بسيط. هذا مرطب للجو أو ملطف للجو، بس تعبيه ماي هني وتشغله باليو اس بي. سو أول شي لازم نركب الفلتر. سو هاي فلاتر ونسكر عليها. خلاص تي نكون جاهزين. يا رب ما اجيب العيد، يا رب ما اجيب العيد. خلصنا من هذا. يا سلام. سو المنتج صراحة جدا كيوت، حلو كإضافة، يعني تحطه كديكور في البيت، في الاستديو عندك، واتيفر. شو رأيك نخليه على جنب؟ ايوه تي بالله حلو، والله حلو. عجبني. تقريبا يقعد ساعة على الأغلب أو ساعتين، والله ما أعرف. أوكي الحين مع المنتج الأخير. هذا طبعا خليته آخر شيء لأن حجمه كبير. سو هذا المنتج مناسب للمصورين المخرجين. لو خلنا نفتح المنتج ووريكم شو داخله. سو هذه ساعة. الو. سو ساعة مثل ما قلت لكم ساعة تناسب الفيلم ميكرز. 3 2 1 اكشن. سو هاي ساعة ديجيتال تشتغل بالكهرباء. رايت. يا سلام. سو الحين اتوقع 6
خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد تن 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 تن. الله الله الله. تقدر هني تكتب اسمك إذا عندك قلم أكريليك، أتوقع أكريليك. ثاني وهي كالعادة إذا عجبك المنتج اكتب لي تحت التعليقات سؤال منتج إضافة جيدة للخلفية اللي وراه. والحين مع آخر منتج اللي هو مش آخر منتج اللي هي الكاميرا، نسينا الكاميرا. فالحين مفروض أضغط لثانيتين وتبدأ تصور. وأنا ما أتوقع أن الكاميرا خربانة بس أتوقع أنها تحتاج شحن أكثر. والله ما أعرف. ثانيا بخليه يشحن ساعة، بنعطيه ساعة وبنرجع له بعد ساعة وبنشوف يا رب يشتغل معانا. أوكي سو بس قولوا يا رب يشتغل. نو ما تشتغل. بس لكن بوريكم مقاطع من اليوتيوب. اوكي شباب وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا اللايك اشتراك وكومنت، واذا عجبتكم السلسلة اكتبوا لي تحت في التعليقات. عندي منتجات كثيرة اللي الحين ما وريتكم اياها. وياه that's it boys، ونراكم في المقطع القادم. باي. لا تنسى تشترك في الحساب وافتح خاصية الاشعار ليصل كل ما هو جديد.